بتحبني؟ بس انت ما بتعجبني بالمرة، يعني شخصيتك مهزوزة ولا شكل ولا شخصية، ما بتعجبني، ما بتعجبني. كيف بتحبني؟ انت ما بتعجبني كل صراحة. بتحبني؟ عن جد عم تحكي او عم تمزح؟ بس انا ما بحب حدا يحبني، يعني انه بتأيد وين رحتي وين جيتي ولا ما رديتي وين كنت امبارح. لا لا لا، ما بحب اتأيد بحدا. بتحبني؟ وانا كمان بحبك. لا لا لا، ما بحبك. مبلا مبلا، بحبك. هو انا اصلا بنحب. لا، ما بحبك. بتحبني؟ يعني كل يوم رح نظهر سوا ونتغدى ونتعشى سوا ونروح على المطاعم ناكل سوا ونأرجل سوا ونقسم اللقمة مع بعض. ايوه، انا بعشقك. بتحبني؟ طب ما انا عارفة انك بتحبني، ما كل الناس بتحبني. يعني اصلا انا بنحب، مش اول مرة حدا بيقلي انه بحبني. بتحبني؟ بس روق شوي. انت بتحبني او معجب فيي؟ لان في فرق، يعني خلي تكون دقيق وواضح من الاول. يعني انت مستعد ترتبط فيي؟ مستعد تتقدم لي؟ شو في معك؟ مأمن حالك؟ مأمن وضعك؟ مستعد تضحي بكل شيء كرمالي؟ معلم، لانه ممكن نكتشف اشياء ببعض بفترة الخطوبة ما اعجبك، فخليك تكون دقيق. يعني هالكلمة مش هيك بتقولها، بدك تكون معي دقيق واضح من الأول. بتحبني؟ طيب فرضنا أنا قبلت حبك، وفرضنا شفتني عم بحكي مع شاب أو مع أي حدا من أصدقائي، رح تغار وتزعل وتعمل مشكل؟ أو فرضنا مثلا شي مرة حكيتني على الواتس أب وأنا ما رديت عليك، كمان رح تزعل وتعمل لي بلوك؟ خلينا نقول فرضنا مثلا رحت سهرت مع أصحابي وما كنت أنا قايلت لك، شو رح تعمل؟ رح تعمل لي مشكل وتزعل وتتركني؟ كيف؟ بتحبني؟ بتحبني؟ بس أنا ما بحبك. خليني أكون صريحة من الأول، أنا ما بحبك. شو بالقوة بدي أحبك يعني؟ أي ما بحبك وما بدي أحبك. بتحبني؟ شو حب؟ شو هالحكي؟ يلا قوم امشي، نروح نقعد بشي مطرح. بتحبني أنا؟ شو حبت فيي؟ شو اللي عجبك فيي يعني أنا ما بنحب، شو حبيت فيي؟ بتحبني؟ يعني أنت بتفكر فيي دايما وبتحلم إنه نكون مع بعض، وأنا بحبك. أكيد تكتب لي شعر، يعني بس تسمع أغنية رومانسية بتفكر فيي.